سميتي فاطمه مقبول، وجيت على قبل بنتي ما كتسمعش وما كتدويش، وطلبوا لي ما من عند الله. بعدا قالوا لي ضروري خاصها واحد العمليه زراعه القوقع. ندوس لها عندها 10 شهور، دوس لها قالوا لي ما كتسمعش، ومن تما وانا كنجري الان. وراجل خدامه في القرع عنده كاروسه كيدير، الناس اللي كيغسلوا الطوموبيلات كيدير من الماء. دابا عامين وانا كنجري بيها والو. دابا خاصها هذيك زراعة القوقعة في الودنين، ودابا قال لي سير جيبي غير شي حاجة ديال الفلوس وشي لاخر، هو اللي يتكلف بيه، هو اللي يجمعو ليا. خاصني غير 6 المليون. كنطلب من اخوتي المحسنين يعاونوني على البنين. حيت جري تعيت والغالب الله عندي ولي يدخل هو ما كيسمعش، وجريت بيه تاعي تا هو دابا كبر عنده 10 سنين. واش كاع كي تقاش دار لي دابا؟ انا الخيسة على الوليد هاد البنية، بغيتش كاع نضيعها كيف ضيعت الوليد. كنطلب من خوتي المحسنين، خواتاتي المحسنين يعاونوني على هاد البنية. الله يجعل سيد ربي يعاونهم ان شاء الله. الله يجعل سيد ربي يدير لهم، يعطيهم من وفي خاطرهم. عيت بجري والو، الغالب الله ما تحل ما لقيت والو.